عن ان في المستقبل هيخلقوا اسلحة تعمل زلازل وبراكين وتثير عواصف وطوفانات، وقال له هتثار البراكين من خلال قنابل، وهتثار العواصف والطوفانات من خلال اسلحة. وده اللي بيتم حاليا بعد 40 سنة. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. هندخل بقى على العد التنازلي، وأنا ذكرت قصة العد التنازلي دي عندكم، ودي حاجة خطيرة جدا. أولا أنا لما شفت صور إعدام هشام عشماوي، عارفين هشام عشماوي اللي كان في الجيش واتعمل عليه مسلسل على فكرة، مسلسل الإرهابي اللي عمله العويدة. لما شفت صور الإعدام، أنا كطبيب طبعا يعني أنا شفت الإعدام بيتم إزاي، يعني عارف الإعدام بيتم إزاي، لأن الإعدام بيتم بالشنق. فلما بتشنق الشخص بتتكسر فقرة، فبتضغط الفقرة فبيدخل يتقطع الحبل الشوكي. الحبل الشوكي بيموت لأنه بيمنع التنفس كله فبيخنق. فمع كسرة الرقبة بتتلوي الرقبة، وإلا ما تتكسرش وتدخل على الحبل الشوكي. فالوضع الطبيعي إنك أنت تبقى حاط الحبل كده، فالرقبة تبقى كده تنزل كده تتكسر كده. فحالة إعدام الله يرحمه الشهيد أشعية اللي اتهم زورا بقتل الانبا سناسيوس، حطها له من هنا الحبل من هنا. ليه؟ عشان يطول في الموت. فطول، قعد فتره طويله لغايه ما مات، بقت رقبته للناحيه الثانيه اللي هي كده. يبقى لو الحبل كده بتبقى كده، لو الحبل كده تبقى كده، لو الحبل كده تبقى كده، لكن لازم الرقبه تنسني. لو تابعتوا صور على الانترنت لاعدام هشام عشماوي، اللي هو بالمناسبه قتل اخواتنا اللي كانوا رايحين يزوروا دير الانبا صموئيل، وطلع على الاتوبيس ورشهم برصاص وموتهم كله. كان هو من ضمن المجموعه، وكان لابس لبس جيش ساعه ما عمل ده. لابس لبس ايه؟ جيش. اللي حصل ان اتقبض عليه في ليبيا وجابوه بطياره لهنا. اساسا معروف ان الجيش دلوقتي لما بيكون عندهم ارهابي عايزين يموتوه بيضربوه في سويداء القلب. في ناس قالت لك سويداء القلب هنا، لا، في ناس طلع اللي قال لك لا، سويداء القلب هنا. تموت الطلقه بتموت، مش هي معناها القلب بالظبط، لا، سويداء القلب ممكن تبقى هنا في الدماغ، تدي له رصاصه تنشه وانتهى الموضوع. طب ليه التعامل كده مع هشام عشماوي وجابوه بطياره خاصه ومتحوطينه، وطياره كبيره وشفناها ونزلوا بيه وعملوا مش عارف لقاءات وبعدين عملوا الاعدام؟ في الاعدام لو بصيتوا بصور الاعدام تلاقوا الاعدام تم وهو واقف كده، لا رقبته كده ولا رقبته كده ولا رقبته كده. في الصور بتاعته هبقى اعرضها لكم على في الحلقه اللي هتنزل فيديو، هنا لابس لبس، الحتتين دول عاليين شويه، الحتتين دول مش عضله، الحتتين دول لحزام راكب. الحزام ايه ودوره ايه؟ هقول لكم عليه بعد ما اشرح لكم ايه اللي جه في مسلسل العد التنازلي. مسلسل العد التنازلي اتعمل في 2014، وهشام عشماوي اتعدم في 2020، يعني بعد المسلسل بست سنين. يا ترى المسلسلات بتقول لنا حاجة؟ بتقول لنا حاجات كتيرة قوي، زي في مسلسل عمله عبد الرحمن أبو زهرة مع جمال إسماعيل زمان
اتعمل من 30 سنه، من 40 سنه اتعمل المسلسل ده. اتكلم فيه عبد الرحمن ابو زهره كصحفي مع زميله جمال اسماعيل عن ان في المستقبل هيخلقوا اسلحه تعمل زلازل وبراكين وتثير عواصف وطوفانات. وقال له هتثار البراكين من خلال قنابل، وهتثار العواصف والطوفانات من خلال اسلحه. وده اللي بيتم حاليا بعد 40 سنه باستخدام سلاح حرب اللي بيعمل فعلا زلازل وممكن يعمل براكين وممكن يعملوا غيوم وامطار وممكن طوفانات. ده يدلك على ان الفكره ما بتجيش من خيال، ودايما الاختراع وليد الفكره. فاللي بيتم بيبقى شيء فعلا متنبأ بيه وبيحصل. لما نيجي في مسلسل العد التنازلي، والمسلسل ده اتعرض في 2014 وهي دراما بوليسيه، مثل الفيلم ده عمرو يوسف، طارق لطفي، محمد فراج، كندا علوش، سيد رجب. المسلسل فكرته ان الامن ممكن يصنع ارهابي ويصنعه بدون ما ياخد باله، بمعنى انك انت لما تجيب واحد وتعذبه ممكن تخلق منه ارهابي وهو يكون مش تبع جماعات ولا تبع فكر ديني ولا تبع فكر ارهابي. المسلسل ده عمرو يوسف مثل فيه دور استاذ في الجامعه بيدرس هندسه، والفكر بتاعه في كل حاجه هندسيه، حتى في التجارب البيولوجيه وفي صنع المتفجرات يعرف كل شيء، ولكنه انسان علماني متحضر. وكان عنده طالب زقوه عليه الاخوان، بس هو كان بيعطف على الطالب ده، اسمه عمر كان. فلكن في مره جه البوليس يقبض على عمر، فمسك عمر يضربه، فعمرو يوسف واستاذ جامعه بيدافع عن الطالب بتاعه، فبدون ما يقصد زق الظابط. فالظابط قال له كده انت بتزقني، انت ما تعرفش انا مين. اخذ عمرو يوسف اللي هو الاستاذ الجامعي وعذبه عذابات غير طبيعيه. العذابات الغير طبيعيه دي خلت عمرو يوسف يطلع من السجن بعد التعذيب عايز ينتحر، عايز يموت، حاول يرمي نفسه من فوق، مراته سندت ووقفت معاه عشان تمنعه، لكن تحول تفكيره لكراهيه للشرطه وحاول يعمل اي شيء عشان ينتقم من الشرطه، ولكنه ابعد ما يكون عن الفكر الديني وما يعترفش بالاخوان ولا بالفكر. ولكن سعى اليه سيد رجب وهو شيخ اخوانجي عشان يوقعه، وقال له انا هكون، قال له انا مش الفكر ده، انا ما بحبش الفكر ده ولا الاسلاميات ولا الكلام ده، وده نصب على الناس. يعني عمرو يوسف كان عارف ان فكر الاخوان فكر نصب على الناس ونصب بالدين، فقال له لا، الفكره واحده، انت عايز تنتقم من البوليس او الامن، انا هديك ده وهخليك اساعدك في ده. الفكره الاولى انه بعد ما خرج عمرو يوسف على طول من السجن عمل قنبله فجر فيها الضابط اللي عذبه وعمل فيه العذابات قبل ما، طبعا كل ده كان الاخوان متابعينه، قالوا لا فكرك مش فكر واحد، انت اللي عذبك مش واحد، دي مؤسسه امنيه، احنا هنساعدك انك تنتقم من دول كلهم وتفجرهم وتموتهم. وفعلا دخل عمرو يوسف مع انه ضد الارهاب في عمليات ضد البوليس. البوليس كان فيه يعني شخصية حلوة، كانت طارق لطفي كان بيمثل دور ظابط، والحقيقة طارق لطفي أبدع في دور هذا الظابط، كان هو المكلف بالقبض على عمرو يوسف، وفعلا قبض على عمرو يوسف. وعمرو يوسف اتحكم عليه بالإعدام، وأصر طارق لطفي إنه يشوف الإعدام ويشوف الاعدام بيتنفذ. لكن هو قبل ما طارق لطفي يعدمه عمرو يوسف قال له هنتقابل، قال له ده انت هتتعدم النهارده، قال له هنتقابل انا مش هموت. ويدخل طارق لطفي يشوف عمرو يوسف هو بيتعدم، ويطلع عمرو يوسف عشان يدفنوه، لكن الكلمه في ودان طارق لطفي انا هقابلك، ويجي له مكالمه تليفون بصوت طارق انا هقابلك. الله، ده احنا لسه عادمينه، تيجي المكالمه ازاي؟ يطلع يجري على عربيه الدفن يبص يلاقي لسه موجود هيدفن، وينزلوه فعلا يدفن قدام طارق لطفي. لكن اتضح فيما بعد ان عمرو يوسف ما ماتش، وان طلع تاني وقام
ونفذ عمليات، وكان بيتصل قبل كل عمليه يقول له قدامك ساعتين مثلا انا هقتل الضابط فلان او هقتل الوزير فلان، والعد التنازل يبدا، فيظبط العد التنازل وفعلا يتقتل الضابط فلان، لدرجه اتقتل عدد كبير جدا 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 من الضباط. اكتشفنا ان في ضابط كبير تبع الاخوان ضغط على الاخوان بحاجات بسيديهات، وخلته ان هو يلبس عمرو يوسف تحت بدله الاعدام بدله بمشد وحزامات، بحيث لما تيجي تتعلق تبقى كشكل الحبل هنا، لكن اول ما يتشد يبقى واقف مشدود من ورا فما تتكسرش الفقرتين، وان هو نام وادوله حاجه كده تخدره كده شويه كانه نايم، وبعد كده يقوم، وقام فعلا من القبر ونفذ العمليات دي. اللي تم في هذا المسلسل اللي هو العد التنازلي بطولة عمرو يوسف وطارق لطفي اللي اتعرض 2014 هو نفسه اللي تم مع هشام عشماوي ببساطة، لأن هشام عشماوي هو رجل الدولة اللي نفذ عملية دير الأنبا صموئيل. هيجي لك هشام عشماوي ليه يضرب دير الأنبا صموئيل وهي كانت مكلفات الحاجات دي من الدولة إنها تعملها، وإن هو كان رجل الدولة، وإن هشام عشماوي بكل بساطة بعد كده تتعمل له عملية تجميل، تغير وشه وتعمل له بطاقة جديدة زي ما كان معمول لعمرو يوسف، خمس ست بطايق بخمس أشكال، ده تتعمل له عملية ويعيش. وزمانه هشام عشماوي زي بالظبط ما اتقال عن خالد الإسلامبول اللي قتل السادات إنه هو متهرب بره وعايش في بلد تانية، هيكون هشام عشماوي متهرب بره وعايش بشخصية تانية. دي الحلقة بتاعتنا اللي طولت النهاردة، بس انا عمري ما قلت لكم شيروا حلقات ولا حاجه، عمري في حلقه ما قلت لكم شيروا، لكن اذا كنت لقيت ان الحلقه دي مهمه انها تتشاف ابقى شيرها. وشكرا ليك، هبتدي اقرا التعليقات بتاعتكم واجاوب عليها. الاستاذه روزا رزق الله بتقول الاسلوب البروتستانتي والايه الواحده ولوي الدراع القس سامح يعمل على كل جهده ليترك الكنيسة لابه من لابنه من بعده، عايز يسيب الكنيسة لابنه من بعده، منتهى الهبل والأسلمة الشيطانية. أنا متفق معاك في دي تماما يا أستاذ روزا. أستاذ روزا رسالة تاني بتقول لي تظف فلسطين، عمر فلسطين ما كان لها دولة في تاريخ البشرية كلها. متفق معاكي، مع أن أنا بطالب أن الفلسطيني يعيش وياخد حقه على أرضه اللي عايش عليها يعني. روزا رزقلة بتقول لي ما يحدث في إسرائيل اليوم كله يصرخ بأن يد الله قوية، وكان يجب على القس وجماعته أن ينوه ذلك ويدين حماس وأفعالهم الشيطانية، مش يدين اليهود، والخطاب كله أزهري المحتوى والسل والسلامة الهيكلية الدينية. تمام، الجزء الأخير ما فهمتوش بس ماشي. الأستاذة نادرة بنا بتقول لي عار الأستاذ سامح فقد مسيحه لأنه يلعب بكلام الإنجيل. متفق معك. أستاذة روزة بتقول لي، روزة رسالة تاني بتقول لي الأخ رشيد مهدور دمه من الإسلاميين هو أسرته، طبعا ربنا يحميه، عشان كده من صليله أن ربنا يحميه ويقف معه. أستاذ نادر البنا بتقول أخ رشيد غيور جدا على الدين المسيحي، محبة، وإحنا معه ضد كل الظلم، إحنا معاه ضد الظلم اللي بيتعرض له طبعا. أستاذ كمال بتقول أي حد يظهر مدى الدين الإرهابي ويكذب ذو الزقون العفنة ويظهر مدى جهلهم وتخلفهم. طبعا الكل بيظهر ده. أستاذة كاملة بتقول لي عاوزين ياكلوا أولادهم حلال والسرقة حلال. عايزين ياكلوا أولادهم حلال والسرقة حلال. ما طبعا الغزو ده بسرقة. أستاذة كاملة بتقول لي سؤال مر، سؤال يتهربون منه لكنهم يذهبون إلى دول الغرب بعد التنازل عن الفيزا ويفسدون على الناس حياتهم في بلادهم ويخرجون عن القانون هناك ويعبسون في الأرض فسادا ويعيسون في الأرض فسادا ولا يدفعوا فترتهم إلا شرفاء المسلمين.
طبعا متفق معاك ان هناك شرفاء بيدفعوا، لكن معظم الاسلاميين الراديكاليين بيعملوا الاسلوب ده. استاذه كاميليا بتقولي اولئك هم مزدر الدين ومشوهه، لانهم سفراء سيئون للدين ويشوهون صورة غيرهم المسلمين المحترمين، وهم يستفيدون من رغد تلك الدول، ولا ينسون ان يسبوهم ويشكوهم ويكدروهم. متفق معك استاذ كامل. استاذ كامل بتضيف بتقول افهم في بلادهم لا يتجرؤون ان يفتحوا فمهم ويجؤون اوروبا عاوزين حقوقهم. ما هو ده الجبناء كده. استاذ بي منشا بيقول مساء الخير يا دكتور، تحياتي لك. اهلا بيك استاذ بي منشا، اهلا وسهلا. استاذ عادل جميل، سلام ونعم للجميع، سلام وتحيه ليك يا استاذ عادل. استاذ عادل بيقول الاحصائيات بتقول مصر الاسلاميه نمبر 1 في مشاهدات الافلام الاباحيه. طبعا طبعا. استاذ ام محسن بيقول تحيه من القلب والاعماق الى كلمه الحق والفكر الراقي لمحاربه الضلال والكذب، اللي من هو اشهر من النار فوق العلم، الدكتور وجيه رؤوف. الا هو من اشهر من نار على العلم، الدكتور وجيه رؤوف. الله يخليك، اشهر من نار على العلم. اشكرك يا استاذ محسن، شكرا ليك. بيقول لي ربنا يحفظك ويسعدك ويوفقك ويبارك فيك. الله يخليك يا استاذ محسن، تعيش. استاذ عادل جميل بيقول لي في الحج التحرش 5 نجوم. يرحمنا ربنا. ابن مصر بيقول لي صح كلامك يا عادل. بيتكلم استاذ عادل جميل. ابن مصر بعت لي قلوب، شكرا شكرا ابن مصر. استاذ سوزان بتقول لي ربنا يبارك لك يا دكتور وجيه. الله يخليك استاذ سوزان. ابن مصر بيقول لي رأفت الهجان، رأفت الهجان، رأفت هجان برضو كان شغال في القصه دي. ابن مصر بيقول ملهاش حل للاسف، المسلمين او الفلسطينيين ملهاش حل للاسف، دول كانوا عايشين احسن من المصريين. القرآن الكريم بيقول ان البادي اظلم. متفق معاك يا ابن مصر، طولت عليكم جامد. الحلقه كانت قويه النهارده، انا عارف في ناس هتتضايق، معلش. الكلام الحقيقي بيبقى مر على اصحابه انهم يسمعوه، معلش. ال21 كاهن اللي انا انتقدتهم، انا ما بوجهش انتقادي ليكم كراهيه، انا انتقادي ليكم برضو محبه، لاني غيور عليكم وعلى صورتكم، لانكم برضو اولاد المسيح، المفروض المسيح يظل داخلكم، وانا ما احبش اتفاوى على اولاد الرب بكلمه تضايقهم. اتمنى ما تكونوش اتضايقتوا، بس اتمنى برضو انكم تكونوا راجعتوا نفسيكم، وان ده ما يتكررش مره تانية، ولما تطلعوا بيانات تكونوا صادقين مع انفسكم ومع الاخرين. لمصر كدولة سياسية، الفساد واضح في حكم السيسي، واضح في حكم الأزهر لمصر. نطلب من الله الخلاص من هذا النظام الحاكم ومن هذه الدولة الإرهابية والنظام الإرهابي، ونطلب لمصر القيام من هذه السقطة إلى حكم مدني علماني يضمن جميع حقوق المصريين على أرضهم. أتمنى لكم كل خير وكل محبة. من قناة الصوت الصارخ أرسل لكم تحياتي ومحبتي وقبلاتي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم في رعاية الله، مع السلامة. دكتور وجيه رؤوف، مع السلامة.